في الحقيقة في بعض الأشخاص بتلاقي عندهم نوبات متكررة في استهلاك كميات كبيرة جدا من الأكل. غالبا الحالة دي بتكون مصحوبة بمشاعر فقدان السيطرة على إنك يعني توقف الأكل، وبرضو مصحوبة بمشاعر متعلقة بالشعور بالذنب بعد ما بيخلصوا الأكل ده. وده كله على حد ما عرفنا وقرينا وبحثنا إنه ما يعرف باضطراب الشراهة بتناول الأكل. لو الناس بتعاني من الأعراض دي إزاي تقدر تتحكم في الشراهة؟ ده اللي هنعرفه من دكتورة سالي وحيد الخضري، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي بمعهد الكبد القومي، اللي موجودة معانا على التليفون. صباح الخير عليكي دكتورة سالي. صباح النور عليكم. صباح الخير يا مصر. صباح الفل. اضطراب تناول الطعام أو اضطراب الشراهة في تناول الطعام، بنحس ان احنا كتير قوي حاسين ان احنا مش عارفين ناكل ومش عارفين نوقف، وبعد ما ناكل نقول يا ريتنا ما اكلنا. ده بقى منتشر بين ناس كتير. تمام، برافو عليكي، انت جبتي نقطة مهمة جدا. اضطرابات الطعام هي اضطرابات سلوكية في الأول وفي الآخر، بس اضطرابات الطعام دي حاجة أمراض شائعة جدا موجودة عندنا، وموجودة عندنا في الوطن العربي خاصة، وكمان بتصيب الناس إن تخليهم ليهم اتجاهات غريبة للأكل، ويا إما رفض الأكل تماما يا إما شره شديد جدا، وبتكون نتيجة تعمل أفكار وتصرفات غريبة ما تبقاش طبيعية تجاه النفس، وطول الوقت أنا كلت، أنا لا أنا مش عايزة آكل، أنا جسمي شكلي بقى عامل إزاي، أنا تخنت جدا. كل الحاجات النفسية والعوامل النفسية دي بتأثر لي جدا في اضطرابات الطعام، وليها أسباب سايكولوجيكال أو نفسية، بتأدي لي بعد كده لمشاكل كتير جدا هنعرفها مع بعض. يعني أسباب اضطرابات الطعام والله ممكن تكون أسباب اكتئاب أو توتر، شعور بالذنب طول الوقت، مشاكل عائلية، الوحدة، وكمان تخيلي العوامل الثقافية. يعني نبقى في مجتمع فيه بريشر جامد من السوشيال ميديا، ايه ده شكل الفيجر بتاع البنت عامل ازاي، شكل الراجل الرياضي والجيم، نقعد طول الوقت شايفين فنحس بالذنب. واحنا عندنا في مصر وفي الدول العربية مرتبط الفرح والحزن والزعل كل حاجة والمناسبات كلها بالأكل. يعني فرح ففي جاتو أو بيبسي أو في عزومات، أعياد في كحك وبسكوت، أو في لحمة شم نسيم، في أسماك، ارتبط كل الحاجات والمشاعر الحلوة بالأكل، ودي بيخلينا لينا تصرفات غريبة ضد الأكل لنتج منها عنها الـ eating disorders أو اضطرابات الطعام. طيب يعني أفهم من كده أن احنا كنا بنربط الموضوع ده بمشاكل طبية، اللي هي مقاومة الأنسولين، اللي هي أشياء كتيرة جدا متعلقة بالرغبة في الطعام، لكن الموضوع هنا احنا بنتكلم في موضوع نفسي، صح كده يا دكتورة؟ ده اللي انا فاهمه. في سايكولوجيكال اليمنت كبير، مش هننكر دور طبعا مقاومة الانسولين، وده بيجي هي عاملة زي فيجوس سيركل او دايرة مغلقة. ان انا باكل كتير فبقى اتخن، فيجيلي مقاومة انسولين، فارجع اكل تاني ما احسش بالاكل، وحاجات مع بعض. هي مش حاجة واحدة، هي كذا عامل، قلت لك عوامل نفسية، ممكن عوامل صحية زي ما قلنا كده، زدنا فمقاومة الانسولين ده، أو هرمونية كمان، ممكن حاجات تبقى بدايتها هرمونات ولخبطة في الهرمونات برضو، دي بتبقى أشهر عن الستات. فاضطرابات الطعام فعلا أشهر عن الستات عن الرجال، لأن هم طول الوقت باصين لشكلهم، باصين في المراية، وباصين إيه ده، وكمان طول الوقت عندهم السايكل بتاعة الهرمونات بتلخبطة، أو في اختلاف في الهرمونات، في مشاكل نفسية كتيرة بتقابلهم، فهم عرضة أكتر لاضطرابات الطعام. طيب امتى نقدر نحدد يا دكتوره، من غير قبل عشان نعرف نتوجه لانهي طبيب؟ زي ما حضرتك بتقولي السيدات بيبقى عندها حاجه كتير تقدر تبقى ايه، مش بتأنف ضميرها بيها، تقعد تقول انا فعلا عندي اضطرابات هرمون، انا عندي الشراهه دي عشان انا زعلانه، علشان انا مضغوطه. امتى بنحدد ان ده بزياده وزن نتيجه الاكل فعلا، مش نتيجه ان في لخبطه هرمونز؟ بصي، هي بتبقى في اعراض كتيره، وانا الشخص لوحده طول ما احنا مايلد او حاجه بسيطه يقدر يسيطر عليه، حتى لو كانت مثلا ممكن شويه لخبطه في الهرمونات، فهنحاول نظبط الوزن شويه، ننزل في الوزن، نتمشى ونظبط اكل صحي، الدنيا هتظبط معانا. الا لو كان اعراض الامراض الجسديه والنفسيه كبيره، انا مش قادره اسيطر وطول الوقت. يعني انا هقول لك انواع اضطرابات الطعام كتير جدا، اشهر ثلاث انواع اللي هم الانوركسيا نيرفوزا، فقدان الشهيه العصبي، البولينيا نيرفوزا، الشره المرضي العصبي،
والبنش ايتنج اللي هو بياكل اي حاجه على البنش زي ما بيقولوا، او انها من الطعام اللي هو طول الوقت ياكل. الثلاثه دول بيبقى بدرجات زي الامراض النفسيه او الامراض العضويه، يبقى عندنا درجات كثيره. فاحنا ممكن يكون عندنا زي اليمنت او لمحات او يعني بعض الحاجات الطفيفه اللي ممكن نقدر نسيطر بيها على نفسنا بنظام غذائي بسيط. لكن في يعني مثلا الانوريكسيا نيرفوزا او فقدان الشهيه العصبي، ده واحد حد بتيجي في الستات اكتر، وكانت اشهر واحده جالها الفتره اللي فاتت انجلينا جولي، يعني خدت كده فتره كده ان هي فقدت الشهيه للطعام لمجرد انها خايفه على شكلها. ممثلين كتير ومشاهير كتير ورياضيين اكتر برضو جالهم خوف، الخوف ده طبعا بعد ما الدكاتره يعني خوف ونزول في الوزن 15%. 15% دي حاجه كبيره جدا في فتره قصيره، ابتدى بقى خلاص اغماءات، انا طول الوقت حاسس جسمه بيرتعش، وساعات ممكن يوصل فيها يعني في واحده كانت مش عارفه 22 سنه وزنها 35 كيلو، يعني اللي هو حاجه يعني ما تجيبش وزن طفله يعني. فنزلنا في الوزن، هتلاقي الدوره عند السيدات انقطعت لان الدوره محتاجه حاجات كثيره جدا وتغذيه سليمه عشان تبقى منتظمه، هتلاقي الدوره انقطعت، شعور بالبروده طول الوقت، سقعانه وبترتعش. وقعت، وكمان نوبات الاغماء، دي حاجات واضحه كبيره. انا داخله في انوريكسيا، انا فاقده الشغف، انا خايفه من الاكل، انا خايفه اكل. طبعا في امراض عضويه بتجيب كده، فلازم الدكتور لو الموضوع وصل لحاجه حاده شبه كده لازم يروح لطبيب طبعا، لان دي ممكن في الاخر غير الامراض الكتيره اللي ممكن تسببها يعني هشاشه وحاجات كتيره وانقطاع لخبطه في الدوره وحاجات كتيره جدا، انها ممكن تسبب لحالات وفاه. وفي حالات كتيره جدا يعني لو قعدتوا تدوروا على الانترنت هتلاقوا حالات وفيات كتيره بالانوريكسيا نيرفوزا دي. صحيح. طيب طول ما انا مثلا انا في امراض عضويه لازم الدكتور بقى يكسكلود او يقول مثلا الاورام، معظم الاورام حاجات سرطانات المعده وسرطانات القولون، مثلا غده درقيه نشطه جدا، لازم الاول الطبيب المعالج يكسكلود او يقول ان ما فيش الحاجات دي، فهنتجه للتشخيص النفسي بقى، ويدخل معانا سايكولوجيست او طبيب نفسي يدخل معانا في العلاج. يعني اضطرابات الطعام بيدخل معانا في الكونسلت بتاع العلاج، لازم طبيب نفسي. النوع الثاني المشهور جدا البوليني نيرفوزا، ودي انا اول ما درستها وانا في كليه الطب وانا صغيره كده من يعني 15 سنه، قلت يعني في حد يعمل في نفسه كده؟ هو بيجي له المريض ده او اللي هو الشره المرضي العصبي ده بيجي له حاله من ايه؟ ايه ده انا تخنت، فلا انا مش هاكل النهارده، فنيجي بالليل انا جعان، فاي حاجه قدامي هاكلها يعني زي ما بيقولوا اكل الاخضر والياب. بيحصل. ايه اللي حصل ده؟ انا عملت كده ليه؟ انا عملت كده ليه؟ ايه اللي انا عملته ده؟ ويقوم داخل التواليت وحاطط ايده في بقه ومرجع. طب هو 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 هنا في سؤال علمي كده اكتشفت، وانا شفت حالات قريبه مني يعني كذا حد قريب مني عمل كده من غير ما يدرك ان هو كده داخل في موضوع نفسي، وانا وقتها نصحته لا لا مش هينفع وكده غلط جدا على صحتك، انت مش عارف المشاكل ممكن تحصل، انت حضرتك بقى بتعمل ايه؟ بتاكل اكل كتير فالمعده تفرز اتش سي ال وكل الانزيمات، تبتدي ترجع كل الاكل ده، كل الانزيمات اللي موجوده في المعده اللي مش مفروض تطلع في المريء كلها طلعتها، فبتعمل لنفسك انديوز بومبنج او يعني انت بترجع، انت اللي قاصد ترجع. أيوة. كل الحاجات دي بتحرق، ممكن توصلني لان انا عندي ستركشر او الاسوفيجاس اللي هي مفهوم يا دكتور، يحصل له طرح والتهابات واورام، سؤال برضه ممكن توصل معايا للموت يا دكتوره سالي. برضه سؤال اخير في القصه فيما يتعلق بالقصه دي، المخ النهارده المفروض ان هو بيرسل اشاره او المعده بترسل اشاره ان هي اكتفت للمخ، ان انا يعني حاله الشبع عندي حصلت او ان انا حاله الجوع عندي حصلت. ازاي هنا الاشاره دي بتتعطل نفسيا؟ يعني في حاله ان انا مش عايز اكل وعندي رغبه ان انا اخس زي انجلينا جولي اللي اتكلمتي عنها، او في حاله ان انا حاله البولينيا دي كانت الاميره ديانا، الاميره ديانا قبل أو ما الأميرة ديانا. هي عاشت في الاخر، الاميره ديانا كانت اشهر حاله من حالات البولينيا. مش هنتوقف عندي انا، بس سؤالي ازاي هنا المخ عفوا ازاي المعده هنا بترسل اشاره بالسلب للمخ؟ المفروض ان المخ بيبقى عارف انا عندي حاله شبع او عندي حاله جوع فخلاص انا بستكفي، ازاي انا الموضوع يعني بيفرط من الانسان؟
ما انا هقول لكم، المخ ده حاجه معقده ومركبه ويقدر يسيطر على الجسم كله. الحاجات المشاكل النفسيه والامور النفسيه المعقده اللي بتمر بيها السيدات او بتمر بيها الشخص اللي عنده اضطرابات الطعام بتاثر له على كميه المخ فعلا. انا وافكاره بتبقى غلط، زي لا قدر الله الناس اللي بيجي لهم افكار انتحاريه، هو ازاي المخ جاب له يعمل كده وهو عارف انه حرام؟ بالظبط زيها، المخ قدر يسيطر، حتى الاشارات اللي جايه من المعده بيموتها كانها ما جاتش وكانه مش شايفها. كل الاكل ده متعه، ويلا بسرعه قبل ما يحصل اي حاجه، فيبتدي ياكل بسرعه 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 بسرعه، حتى بيلحق ممكن ياكل كميات كبيره وينعزل بقى عن الناس، لانه بياكل بطريقه شرهه جدا. وينعزل عن الناس عشان مش عايز حد يشوفه، ينعزل عن الناس عشان مثلا وزنه زاد جدا جدا جدا، لان ده النوع الثالث اللي هو النهم البنش ايتنج ده. فيبتدي ينعزل لان المخ سيطر على، يعني سيطر على عليه في الافكار المغلوطه الاكتئابيه. ايوه، وبناء عليه بيحصل الكلام ده. وضحت المعلومه، شكرا لك دكتوره سالي وحيد الخضري، استشاري الصحه العامه والطب الوقائي في معهد الكبد القومي. شكرا جزيلا لحضرتك.